مساء الخير، انا بتسمع الفيديو امتى؟ خليني اخش النهارده في الفيديو بتاع النهارده. وزي ما انت شفت في العنوان مكتوب كروموسوم ستراكشر. اول حاجه انا عايزك تعرفها معايا، ليه سموا الكروموسوم كروموسوم؟ مش احنا قلنا مفيش حاجه بتيجي هباء؟ خلينا نعرف. اول حاجه، كلمه كروموسوم مقسمه الى جزئين، الجزء الاول اسمه كرومو والجزء الثاني اسمه سوم. كلمه سوم دي دايما ليها معنى في البيولوجي، دايما تلاقيه بيقول لك ريبوسوم، لايسوسوم، سنتروسوم. anyway، واضح ان كلمه سوم مش مجرد كلمه بتتقال وخلاص عشان تدي شكل للكلمه او يبقى في نهايه مشتركه. anyway، لا طبعا بيكون ليها معنى. ايه معنى كلمه كروموسوم هنا، او ان احنا كلمه كروموسوم بشكل عام ايه معناها؟ كلمه كرومو في اللغه اللاتينيه يعني color، يعني لون. كلمه سوم اسمها body، يعني جسم. لو خدت تلاقي مثلا يقول لك الكرومو سوم، سنترو سوم، رايبو سوم، لايسو سوم. طبعا اللايسو سوم هو التحلل، الرايبو سوم هو اللي بيتبني عليه عملية الترانسليشن في السيتوبلازم، ومن ثم السنترو سوم هو الجسم المركزي. ده مبدئيا. طب الكروموسوم، دايما في اللغة العربية تلاقي كلمة كروموسوم بنقول عليها الصبغيات، وده بسبب بسيط جدا، ان احنا لما بنيجي نحط صبغيات للخلية بنلاقي دايما الحتة دي هي اللي تمتصها، تمتص الصبغيات او تمتص الحاجات الالوان اللي احنا عايزين نميز بيها المكونات جوه الخلية. من هنا جت كلمة كرورو اللي هي color، وسوم اللي هو البادي، تلاقيها برضو في اللغة العربية اسمها الصبغيات. اذا احنا النهاردة دلوقتي عرفنا يعني ايه كروموسوم. انا يهمني تعرف ايه في الكروموسومات. احنا هنتكلم على الكروموسوم جوه خليه جسم الانسان، ولو في اي حاجه تانية هنتطرق ليها باذن الله. الكروموسوم داخل جسم الانسان 46 كروموسوم، يعني 23 زوج متشابهين، بنسميهم في الحاله دي هومولوجس كروموسومز، ازواج متشابهه. ادي كروموسوم واحد وادي كروموسوم واحد برضو متشابهين مع بعض، تمام؟ اثنين وادي اثنين برضو متشابهين مع بعض، اسمهم هومولوجس كروموسوم. من الكروموسوم واحد للكروموسوم رقم 22 ده احنا بنسميه اوتوسومز، اوتوسومز. الكروموسوم رقم 23 بيكون مختلف شويه، لان هو يا اما بيبقى اكس اكس يا اما بيبقى اكس واي، على حسب هل انت ذكر او انثى. على حسب ذكر او انثى بيتم تحديد الكروموسوم رقم 23 او الزوج رقم 23. اطول كروموسوم من الكروموسومات اللي موجوده جوه النواه هو الكروموسوم رقم 1، طوله 247 مليون بيس بير. اذا انا رقم واحد ده هو البابا، بيحمل تقريبا 4300 جين. وخد بالك ان انا قلت تقريبا، ما قلتلكش اكيد، مش عشان انا مش عارف الاكيد، لا، عشان دايما احنا لما بنتكلم على عدد الجينات بنتكلم بالتقريب. سنة 2001-2003 النسبة دي طلع مشروع الجينوم البشري، راح قالوا لنا ايه؟ ده الانسان عنده تقريبا من 19 الى 24 الف جين. هل الناس اللي قعدت 20 سنة تشتغل في الكروموسوم البشري مش عارفين نسبة تأكيدية؟ في الواقع لا، لان هو فعلا احنا ما بنقدرش نقول على عدد الجينات اللي جوه الكروموسوم او عدد الجينات اللي جوه الجينوم بشكل عام. هنعرف نفرق ما بين الكروموسوم والجينوم وما بين الدي ان ايه، نعرف نفرق ما بين ده ايه وده ايه وده ايه، او بيطلق عليهم كده ليه فيما بعد. ولكن دايما لما نطلق على الجينز ما بنتكلمش بنسبه تاكيديه، نسبه تقريبيه. ده بالنسبه للكروموسوم رقم واحد، اطول كروموسوم. طب اقصر كروموسوم؟ الكروموسوم رقم 21، طوله 47 مليون بيس بير بس. ايه يعني؟ يعني حاجه كده صغننه خالص. تلاقيه بيحمل تقريبا 340 جين، من 340 ل 350 جين في النسبه دي. غالبا المعلومات دي سمعتها قبل كده، فهو ده مش اساس الموضوع بتاعي. انا بس عايزك تعرف في الفيديو ده حاجتين، ما يسمى بالتيلومير وما يسمى بالسنترومير. التيلومير والسنترومير هما التارجت اللي احنا حاطينهم لنفسنا النهارده، لان احنا النهارده مش هنخلص الاستراكشر بتاع الكروموسوم كله. فخلينا نبدا نشتغل على التيلومير والسنترومير سريعا في خلال الست او سبع دقائق اللي جايين دول. يلا بينا. يهمني قوي قبل ما ابدا معاك السنترومير والتيلومير ان انا اعرف انت تعرف تركيب الكروموسوم، عارف الكروموسوم بيتكون من ايه، عارف الكروموسوم الماده الاساسيه فيه ايه. خليني اوضح لك
حاجه بسيطه جدا. انا لو سالتك دلوقتي الكروموسوم بيتكون من ايه بدون تفكير هتقول لي من دي ان ايه. هسالك تاني، هل الماده الاساسيه في الكروموسوم هي دي ان ايه؟ بدون تفكير هتقول لي اه. انت غلط، لان الماده الاساسيه في تركيب الكروموسوم مش الدي ان ايه، ودي مفاجاه، لان الماده الاساسيه في تركيب الكروموسوم هي البروتينات ومن ثم الدي ان ايه. والمفاجاه ان في مكون ثالث في الكروموسوم هنتكلم عنه دلوقتي. الكروموسوم بيتكون من 60% من البروتينات و35% من الدبل هيليكس الدي ان ايه، ويتبقى 5% عندنا. تفتكر بتوع ايه ال 5%؟ دول بتوع ما يسمى بالار ان اي. اثناء عمليه الجين اكسبريشن اللي هو التعبير الجيني، لما بيجي الجين عايز يعبر عن نفسه بيكون ار ان اي، تمام؟ بيتبقى بقايا من الار ان اي لقيناها موجوده في الكروموسومات. اذا الكروموسوم مش بيتكون من دي ان اي كماده اساسيه، هو بيتكون من بروتين دي ان اي ار ان اي بنسب متفاوته 60 35 5%. اذا تعالى بعد كده نخش على الموضوع بتاعنا وهو التيلومير. التيلومير هو عباره عن منطقه موجوده في نهايه كل كروموسوم. التيلومير اول ما بنتولد التيلومير ده بيبقى طوله تقريبا 8000 بيز بير. يبدا الكروموسوم بتقدم العمر يقل بقى 3000 بيز بير. يبدا التيلومير بتقدم العمر يقل بقى 1500 بيز بير. يقل، ماتت الخلية. التيلومير من الحاجات المهمة جدا عشان تعرف انت في مرحلة الشيخوخة ولا في مرحلة الشباب. كل ما بيقصر التيلومير كل ما بتوصل لمرحلة الشيخوخة. كل ما بتنقسم الخلية التيلومير بيقصر بدرجة 30 الى 200 بيز بير. اذا انقسام الخلية يؤدي الى تأثير التيلومير. يجي واحد يسألني سؤال مهم، محمد هو مش المفروض سبب تكون السرطان انقسام ما نقدرش نسيطر عليه، انقسام الخلية ما نقدرش نسيطر عليه؟ اقول له اه. يقول لي طب ازاي الخلايا السرطانية التيلومير بتاعها ما بيقصرش برغم انها بتنقسم كتير وما بتموتش؟ ده معنى كده لو التيلومير بيقصر يبقى هي هتموت من غير ما احنا نقاومها. عندك حق، ولكن دايما بنقول على السرطان ورم خبيث عشان الخلايا السرطانية اصلا خلايا خبيثة. عملت ايه بقى؟ جابت لك انزيم. الخلايا السرطانية بتكون انزيم اسمه التيلوميريز. التيلوميريز بقى بدل ما يخلي الكروموسوم يقصر، لا انا خلايا سرطانية خلايا خبيثة، فتقول لك لا انا الكروموسوم بتاعي ما يقصرش. ليه؟ عشان انا عندي انزيم اسمه التيلوميريز. التيلوميريز هو الحاجة اللي بتخلي الخلايا السرطانية التيلومير بتاعتها ما تقصرش. يجي واحد يسألني سؤال، هو احنا ليه ما نعملش كده في الخلايا بتاعتنا؟ يعني عايزين نعيش 90 90 80 90 سنة كده ولا حاجة، ايه اللي يخلينا نموت في الستين والخمسين بالشيخوخة؟ بيني وبينك الكلام ده حصل، ولكن اتجرب على حيوانات، اتجرب على بكتيريا كان عمرها تقريبا 14 يوم اتطول عمرها الى 28 يوم، بان هم ينقلوا الجين المسؤول عن تكوين التيلوميريز اللي هو بيتكون في الخلايا السرطانيه. وفعلا عاشت 28 يوم، ولا زال في ابحاث بتتعمل حاليا عشان ننقل الجين بتاع التيلوميريز اللي موجود في الخلايا السرطانيه اللي ما بيسببش تاثير الكروموسوم. الكروموسوم مع كل انقسام للخليه زي الخلايا بتاعتنا، ولا زالت الابحاث شغاله، وانا ما اعرفش الجديد عنها فيها ايه، ولكن ده بالنسبه للتيلومير. التيلومير مهم جدا زي ما قلنا لان هو اللي بيسبب الشيخوخه، قصر التيلومير يسبب الشيخوخه. اذا التيلومير دون هو تقريبا بيتكون من تتابعات ما بتطلعش جينات، تتابعات سداسيه ورا بعضها. اوعى تفتكر ان ده في جين، هنا جين، هنا ممكن تلاقي جين، هنا 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 تلاقي جين، ممكن. إنما هنا وهنا عمرك ما تلاقي جين. عمرك ما تلاقي جين لا في السنترومير ولا في التيلومير، مفيش جينات، أوعى. مفيش جينات في المنطقة دي. الكروموسوم كله ممكن تلاقي عليه جينات، إحنا قلنا الكروموسوم رقم واحد عليه تقريبًا
4300 جين. الجينات متوزعه في كل حته ما عدا الحته دي والحته دي والحته دي. اذا التلومير والسنترومير لا يحملا جينات. تمام؟ لحد هنا انا مش عايز ادوس عليك قوي في التلومير، فكفايه علينا التلومير كده، خلينا نخش على مرحله السنترومير. طيب انا يهمني دلوقتي حاجه واحده او حاجتين بسرعه. تعرف اماكن السنترومير بتبقى عامله ازاي واسمها ايه في الوقت دول، وايه اهميه السنترومير سريعا. اول حاجه معانا هو الشكل ده. السنترومير لما يكون في نص الكروموسوم بنسميه ميتا سنتريك، هو في نص الكروموسوم ده الوضع العادي. لما بيتحرك شويه يروح شمال بنسميه سب ميتا سنتريك، لما بيتحرك شويه كمان بنسميه سب اكرو سنتريك، لما بيتحرك شويه اكتر بنسميه اكرو سنتريك، لما بيتحرك اكتر واكتر واكتر لغايه ما يوصل لنهايه الكروموسوم بنسميه تيلو سنتريك. الحاله دي ما بيكونش فيه ذراعين للكروموسوم، يعني هنا ادي ذراع وادي ذراع ذراع وادي ذراع وادي ذراع وادي ذراع وادي ذراع، وبرده في حته صغيره اهي ذراع. انما في الحاله دي بيكون الكروموسوم مكون من ذراع واحد بنسميها تيلو سنتريك، اللي هو تيلو يعني في الاخر. اهميه السنترومير اثناء الانقسام. انا هنا معايا كروموسوم، دي بروتينات المغزل او بنسميها خيوط المغزل تبدا تشد الكروموسومين او الكروموسومين اللي تحصل لهم ريبليكيشن، بيبدا ان هو يشد الكروموسومين لحد ما يفصلهم مع بعض فيكون كروموسوم جديد نسخه من الكروموسوم اللي كان موجود. دي اهميه السنترومير، ان خيوط المغزل بتبدا ان هي تشد الكروموسومين عشان تفصلهم عن بعض عن طريق السنترومير. لحد هنا انا خلصت الفيديو ده، اتمنى يكون الفيديو عاجبكم، واتمنى تكون فهمتوا اي حاجه احنا قلناها. في اي مشكله او اي استفسار او اي سؤال او اي تعليق او اي كان يعني، تقدروا تكتبوها في الكومنتات او تكلموني على اي وسيله تواصل اجتماعي. مشكور جدا لسماعكم، والسلام عليكم.